التهمت النيران خيامهم وبقية أحلامهم وفتات حاضرهم، وحولت فرحة رمضانهم إلى حسرة وخيبة أمل، ليصبحوا اليوم بلا مأوى ولا عزاء لهم سوى الفلاء والتحاف السماء. حريق ضخم في لبنان وتحديدا في منطقة وادي أرنب بعرسال الموازية للحدود السورية، والتي غدت منذ سنوات ملاذا للسوريين الفارين من جحيم الحرب، حيث يقطنون فيها منذ هروبهم بمساكن مؤقتة أو في خيام يواجهون فيها بطش الشتاء وحرارة الصيف بأقل ما يتوفر لهم من مقومات للحياة. 45 عائلة سورية واجهوا تلك النيران التي اندلعت فجأة فرماسا كهربائية، بدأت في خيمة واحدة ثم التهبت جدوتها لتحرق المخيم عن بكرة أبيه. خلف الحريق حالات اختناق عديدة وبتدخل إلهي، وربما لأن القدر قد تنبه إلى أن ساكنيه يكفيهم ما فيهم، لم تقع حالات وفاة واستطاعوا النجاة جميعهم. نجوا من النيران والحروق، ولكن من ينجيهم من التشرد والفقر؟ ففي وقت استطاعت فيه بعض العوائل اللجوء من اللجوء والاحتماء ببعض أقاربهم ومعارفهم القريبين، بقي الكثير منهم بلا مأوى تماما وسط ضعف الاستجابة الإنسانية وظروف غاية في التعقيد، خصوصا أن تلك الحرائق تزامنت مع بدايات شهر رمضان، ومعها نسفت فرحتهم بالشهر وحولته إلى أيام ثقيلة تضاف إلى سجنهم المأساوية. ليس الأول من نوعه، ولكن عدم تهيئة الظروف التي تتعلق بالأمان والسلامة أدت إلى عدد مهول من الحرائق في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، خصوصا وأن المواد التي تصنع منها تلك الخيام قابلة للاشتعال، وهذا ما يسهم أيضا في انتشار النيران بسرعة ومن خيمة إلى أخرى بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ليبقى السؤال هنا، إلى متى يبقى اللاجئون السوريون في لبنان عقبة أمام الإنسانية؟